أرحب بأخوي عبد الرحمن بداح المطيري مدير عام الهيئة العامة للشباب، ساك الله بالخير وأنا قلت حق الكل كل عام وإحنا بخير. وأنت بخير وأنا سعيد جدا أني أكون متواجد وياكم في البرنامج المميز. الله يسلمك ساعة المباركة. طبعا عزنا أميرنا والهيئة العامة للشباب، أنتم ما شاء الله يعني مشيت وفق رؤية حضرة صاحب السمو بدعم للشباب، ولازم طبعا مدير الهيئة يكون شاب، يعني لازم على طول نبي جرعة الشباب فيكم، فإذا ممكن تكلمني عن المنظور. في البداية أنا ودي أن أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه للذكرى 13 لتولي مقاليد الحكم و13 سنة من الحكمة ومن القيادة، 13 سنة فخرا للكويت وعزها، قائد أثر في الكويت وأثر على مستوى دول العالم كلها. رؤية صاحب السمو واهتمامه في الشباب كان لها الأثر الكبير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أن أطلق المؤتمر الكويت تسمع. صح. فهذا المؤتمر الكويت تسمع لها يعني دلالات كثيرة بأنه جعل كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني يستمعون للشباب، فكان فعلا منصة للإنصات والاستماع لثروة الأوطان. مثل ما تفضلت أخوي، لما نسمع خطابات صاحب السمو كلها كلمات تدل على اهتمام سموه ورسالة إلى كل هذه الجهات بأن لابد أن يكون الفاعل الأساسي هم الشباب. نعم، ودائما توصياته يعني كانت عامة أو شخصية بالشباب، وكل الصعوبات ذللوهم لهم، عطوهم كل اللي يبونه. وأنتم طبعا في هيئة الشباب ما شاء الله عليكم ماشيين وفق هذه الرؤية. صحيح. صاحب السمو من خلال المؤتمر الكويت تسمع أصبح بالنسبة لنا خارطة الطريق، فانطلاقتنا في الهيئة العامة للشباب أخذنا كل النتائج اللي حققت الإنصات والاستماع وحققت اشتراك الشباب معانا في أن يكونوا هم الفاعلين الأساسيين، فذهبنا احنا من خلال هذه الفكرة بأن نطبقها في المحافظات الستة، بأن نكون احنا مستمعين إلى الشباب ويكون يعني ناخذ هذه الآراء ونبني استراتيجية يعني تكون من الشباب وإلى الشباب. حتى دربنا 45 فاسيليتيتر ميسرين من الشباب من الجنسين حتى يكون تأثير الشاب إلى الشاب. صح. ويكون الآراء دائما فيها تفاعل، فتعرف أنت قضية التيسير تقدر تأخذ هذه الآراء وتعكسها في استراتيجية عمل وتنعكس إلى برامج تنفيذية. فهذه الخارطة الطريق اللي بالنسبة لنا أصبحت الآن كل الجهات تنفذها، سواء كانت في الميزانيات الخاصة اللي تخصصها هذه الجهات أو التشريعات أو حتى الخدمات اللي تقدمها إلى الشاب. فالشاب اليوم مو نفس الشاب الأمس. صح. فلابد أن يكون له دور، الفكر الجديد اللي يقدمه الشاب لابد يكون في يساهم في تطوير منظومة العمل في هذه الجهات، وأيضا تطبيق استراتيجيات تعبر عن الشاب نفسه. وانتم ما شاء الله يعني شباب بشكل عام، يعني وزارة شؤون الشباب، الهيئة العامة للشباب، يعني حتى هيئة الرياضة بديتوا تاخذون القوة يعني بالقرارات وبالتنفيذ، لان الحمد لله في ثقة كبيرة من حضرة صاحب السمو في كل هذه الجهات والمؤسسات الرسمية، وانتم ايضا اصبحت عندكم القوة في التنفيذ. صحيح. اهتمامات سموه الله يحفظه ويرعاه في كل خطاباته وفي كل مشاركاته وفي كل يعني حضوره للمشاريع الشبابية كان تحظى برعاية سامية لحضرة صاحب السمو. أعطيك مثال، يعني إحنا في هيئة عام الشباب أطلقنا استراتيجيتنا برعاية سامية أبوية من حضرة صاحب السمو، وانطلقت هذه الاستراتيجية في 12/8/2016 في اليوم العالمي للشباب. هذه تعكس صورة الكويت على مستوى الأمم المتحدة. نعم. لأن الأمم المتحدة كلها كل الدول العالم تحتفل في هذا اليوم. نعم. في الشباب احنا حظينا برعاية سامية أبوية لحضرة صاحب السمو مطلق هذه الاستراتيجية. نعم. وحظينا أيضا برسالة شكر من أبونا صاحب السمو إلى كل العاملين
في هذه الاستراتيجية، سواء الشباب المشاركين على المستوى المحافظات الستة اللي قابلنا تقريبا أكثر من 1500 شاب وشابة. احنا بنشوف وياك الزيارة وتقديم طبعا للهيئة، نشوف مع بعض.